براغب فيك. انا ري انا ري شكون هذا الخطا والدين شكون هذا المزغوب اللي بغاك ياك خويا وامي يمشي امي يمشي امي ايوا ليلى المره اللي ما تحكمش في راجلها وتزنطه علاش كيفاش غديرها مع الناس ما غنمشيوش ما تقولي شنو هي مشيو هكا مضروبين وانا قلت لك سيري الضربي يبان فينا ماكياج بس ما لقينا حتى حاجه الشريفه ما غنمشيوش نفحو وخلينا عندك الناس بوحدها قول لهم شي حاجه قول لهم مات شي واحد من العائله ولا كيقادوا شي حاجه ما سوقناش كيبنيو كيخملوا دابا انت ما سوقكش انا كنهضر مع امي انا هي بابية داخله السخون درت الصابون البلدي يلا تنشلل خويت السطل الاول الثاني الثالث غير باش نتشلل الرابع جات واحد خيتي يمها قالت عليا باليمين تي تعمري الماء بزاف تخوي عليك انت ربعات الصوله باش تشليتي ما كيتي بيسين يوم اللي قلت لها الحمام ديال باك بغيت تفوني شديت بوهم لاصقت لي مريوصهم خليتهم تيتركلو يا جيل يا سيدنا محمد الله مع الجيل علي وحسك انا خليني نشوفك الدنيا داتني عمري ما نلومك كي عليك يا وما قالوا لك سبابي نسيه انا الحمد لله بعلاتي وصلتي ربي خليك لي الزين ديال بقى شي حاجه اخرى بقى بغيتي او ثاني ما كتبش لك البيضه باق شنو اللي باقي دق الباب وتقصد الباب وما تجيش من الشرج مولا لا فهمتك العفريت دابا هي خابيه قال ما تسمعينيش انا نقول لي انت غتجي لدارنا شي نتايا راه هو البريضه ديالي هو عويناتي باش نشوف الضو ديال عيني الغزال ديالي انا قلت زعما بقاش ندور انا وياك في السناقي وندير مارياج قال لا ولاد الديب ديال ميتاهلو كاين شي واحد كرهها راه انا ما كرهت وانت شنو غديري انا دابا اللي غادي للدار غادي للدار وانا جبت الموضوع مع الوالده ومع الفوادريه ان شاء الله يكون خير مزيانه لا انا بس كتبت معاهم ماشي تكذب عليا قسم بالله تي غنمشي غنهضر معاهم والله ما نسكتش غنمشي غنقول لهم انا شنو خصك حتى انا راه بغيت نتزوج وبنت انا ندير وليداتي حلال وكلشي بخير وعلى خير كاين شي واحد كره يتزوج وعندو ربنا والله يخليك لي الغزال ديالي يلا سير سير قال خلينا نشوفك هلا اي اي على الحكام باي فيك كل ليله هك خويا واش انا غنبقى مقابلاه راه مشوق الا يكون مع الدراري دابا يجي باش يتغدى ايوا حنا شنو غنحاو انا عندور نسخن في هاد المريقه عندور نسخن وانا مشاهية الحامر الراس والتقاليه نبغي ناكلها معاكم مجموعين ها هو درك هو ما كاينش سير عيطي سير عيطي لي في التليفون واخا ايه على دراري عاد ما يتجمعوا على يا ربي على الحلمات على عاوزه مستقطك يا مولانا نشوف اللحم ايه وجاو والسلام درت لكم يوم اللحم الراس ودرت لكم التقاليه هاو حتى ديما ما كاينش كيجي حبيبي حليمه زيدي دي الطباصل وزيدوا يلا نتغداو ورانا حاطه الخبز يلا وزيدوا يلا لا ياخذك علينا وليدي يا صحتكم عليك احسن ام كاينه في العالم كامل ديالكم صحتكم اوليدي صحتكم تعالوا زيدوا لي جلس بعدا وكلتي ديما وكل واحد كل جوكم تغداو لي والله يعطيك الصحة الوالدة هاك هاك بايسي والله ماكرهتش ماكرهتش وانا ناضت هاد البقرة هادي وخلاتني كليت الراس البقرة انا بغيتها تشدك تشتف عليك شفتي ما تعرفيش وباقي كيقول لي البقرة هضري معاه مع اختك هاوي الزرق الاخر انت اصلا راه مربينك راه كاع ما خويا دابا مسكين شي واحد هاوي 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 انا مربينو هاوي راه هو الاول نعيا شي شي بالشمس سمعي سمعي كي شتيك اليوم فرحانة ولي نقول لك علاش فرحانة ومن الهلا يوريك عشان انت بعدا كحلتيها علاش انت شحال هادي انت مضربه معايا على الزواج 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 ايوا انا البارك ايوا راه لقيت واحد بنت الناس غتنافسك وتنافسها في الطياب وفي كلشي هي حليلي كحلتها وتكحل عليك ولكن هذا هو النهار الكبير ملي بغيتي تتجوز اخيرا غنتهناو منك سير سكنه في شي بلاصه ما تجيش تسكن معانا خويا واش تا دوي بصح واش بصح بغيتي تتجوز لا صافي نتزوج لي قالت لك سكنه في شي بلاصه اخرى النهار الكبير عندي تنزل لك تنطلع لك السطح مسكنه ايه يا وليدي والنهار الكبير عندي تزوج لي يا ولدي ويربي لي الاولاد شكون هاد التعيسه الحظ اللي غتقبل عليك اخويا واحد بنت ناس اما ياك اخويا ظريفه زوينه الله يعمرها ظهر بيضه زرايقه كحيله كي داير لونها عارفه كتشخر بالليل
كيهمش شنو واش كتخرو ولا لا؟ اش ولدي كيديرها؟ طيب وليدي سديتي عليا الشاي. انت يما شوف. سديتي عليا الشاي يا وليدي. انا ما كرهتش وقيت نلاقيكم بعدا تهضري معاها وتشوفها وتشوفك. خاصنا نشوفوها. نمشيو نخطبوها. اييه. ولا لا بغيتو نمشيو نخطبو الهشام نمشيو نخطبو. نهضرو في هذا الموضوع ندير لك الفيل ندير لك الفيل وليدي ندير لك الفيل خويتي. مجده. مجده كلشي اش من نهار وليدي ان شاء الله يتزوج ليا. يلا سير. يا سعدي يا لالا فرحي يا لالا. ندوق ودابا هادشي اللي قلت لكم قبيله بنين الله الزهر عطاني الله سبحانه وتعالى انا واخا قبيحه ايه ما قبيحاش غير تنتعصب ولكن ملي تنشوفو تتبدل لي حياتي كامله شي داك الدري في كلشي في با في خويا في اختي الله يعمرها ودار ودار زوينه نعم انا جاي اخويا وبارك عليك اخويا من الناس ناس راه تيجمك انا ودرت فين شفت الناس وانا كنخدم الليل كنجي حتى ستة الصباح والله يحسن العوان وصافي خويا نبيل مالك تجيكنيش انا خويا راك عارف انا ما نكذب ما حتى حاجه انا ضريه فيا الاعصاب وين يكذب ما نكذبش لا تبارك الله ما نفكش لك دوب تيفك غير المشاكل والصداع راه كاع الناس كتشكى منك هنا شكون راه جاب الله ما كنخدمش بعدا كنخدم الليل وما كنتلاقاش معاهم بالنهار كنجي نبقى ناعس اما راه كاع الناس كيتشكاو راه وليت كنمرق نشوفهم لا خدوج علاش تفلت عليها لحقاش تبقى مقابلاني علاش تقابلني الصداع بعدي من المشاكل مول الحال وتيتشكى منك حتى هو تعايري فيه شله بيع لي الطون وافي وزيد انا خويا بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع علاش جات على خاطرك وصافي شنو الموضوع عاوتاني شتي باش تهضري معايا فيه شوفي راه هضري معايا في كل شيء حتى انك تقولي لي راك وصلتي مع شي وحده للكوميساريه ما نعقلش عليك لا خويا مالي وليت بزنازل نمشي للكوميساريه مالي ما مربياش انا دخلت لها صايبتها لاكارط وخرجت اودي البزنازه ليهم ليهم دوس لك هذوك بعدا كيدوروا مع البوليس وما كيضربوا وما كيقيسوا عقلتي نهار ضربت داك اللي كنتي خدام معاه في الشركه ديال دانون اللي كنتي خدام في شركه دانون الاولى لا ضربت واحد اللي ضربتها في المقص ديال فينيسيو باقا عاقله انا خويا ما تلفنيش خلينا من هذا الشيء واحد ود الناس طالب راغب فيدي انا ري انا ريش كون ود الخطا ولدي شكون هذا المزغوب اللي بغاك ياك خويا وامو يمشي مو يمشي مو يمشي ايوا ميله المره اللي ما تحكمش في راجلها ود زنطه علاش وتي انا نعطيك بيدي وبرجليا وانا نعطيك ليه ويجي دابا يديك شوفي قولي ما بغيت لي لا جوج خويا دهزني وخويا يجيب لي الحوايج وخويا كسيني ويصمتني شلا انت دابا كاسيني علاش كذاب علاش علاش تكذب علاش شوفي دوينا مع الدري وجيبي عندي بعدا نعرفو بعدا واش معمر المحور ولا التفليه الدري معقول غير من الوقفه ديالو تلفتينا خويا الوقفه ديالو باين معقول الله يعمرها الا الا كان معمر المعقول وعبد المعقول يا لا جاب والدي ويجي عندي ونوضي قاعد يخليني نتكلم مع طرا اللي خدام لي وقيلا ما عرفوش سميتي ولا باقي في الحال لا باقي في الحال لا شاد قاعد يعني خليني نتكى شويه نطيب لك شي حاجه ما بقيت لا والو باغي نحس يرقد يرقد الله يرقدك محمود يتزوج وشي يوجد ليه ويفرح ليه والله يكمل لك تبتي بخير ان شاء الله وتجيبي لي شي ود الناس الناس ما يمشي طول وتجريده ويكون قلده شوفي ويكون مغلي فيا ويكون كيبغيني ويخاف عليا ويحترمني ايه مالي انا عندي منك 10 انا راه بغيت هذا اللي يكون لي دي الزهر ما عندي الزهر لا يعرف راسو واش الدق الزين والحداقه كيشوفوا الله يعطيهم العمى كلهم كلهم الله يعطيهم العمى سمعي حق فكرتيني تي هاد الخطبه اللي غنمشيو نخطبو ما وجدنا حتى شي حاجه دابا نوجدو راه باقي لينا الوقت لا انا باغا نزرب ان شاء الله بالزربه باغا نجوج ولدي ونشوف ولادو بالله نموت اخويتي نقول الصراحه تجوجي دوكايا غادي نطوي هاد الحوايج وغادي نمشيو نشوفو دوك التكاشط الصيني ناخذ داك التيقفتين وانا قفتي انا بغيت شي تكشيطه تكون زوينه واخ ولينا بنيتي غادي نمشيو حنايا مسخن راه خاصنا نمشيو للحمام ولاش غنمشيو للحمام ياك حنا يلا جينا منو غير البارح بغات ترجعي عاوتاني للحمام بغات طيري الجلده
يا ويلي بنيتي على كنا في البارح وانا كنت نصيب الحمام ما نحيدش منه، راه يسخن لي كاع دامي وزيدون خدمي فيه. لا بغيت غنمشي انا وياك غادي نعومو مزيان نحكو ونرجعو اللحمه بيضه تشقشق هاو باش نحضروا الخطبه زينات وقادات وباين علينا النور ديال الحمام. دير هادشي كامل بحال غتجوزي. يلا شاش ديري مولي السلطان. يا نوضي نوضي جمعي ساكك خلي لي حوايجي انا نطوي، نوضي جمعي ساكك خلينا نمشيو نعومو. نوضي واخا يلا نوضي الله يرضي عليك. وما تعطلي جيبي معاك هذيك الصابون البلدي اللي بالنيله الزرقاء راهي تعجبني. انت عليهم تقشيطه الحمام هادي حيد بلاش. ها يلا يلا تعمرتك مالك وليتي ليا زرق. نشوف هذا اش هو طبق الكاس مسخ. الشيطان الراشي واش هادو بحال بحال؟ واش انا ما غنعسش شحال مره كنقول لك راني خدام الليل وما صلحتش تقرقب عليا في هاد الكيسان هادو ما نتكاش نعس انا ما رشحش. واخويا بغيتي ترتاح ارتاح انا طالع عليا الدم تنهضر مع الكيسان. واش جبدتك واش هضرت معاك؟ ما خليتينيش نرتاح راه فين ما كنحط راسي كندور راسي للجهه الاخرى كتقرقب عليا الزبران. وداك الشيء اللي درته في الحمام راه كافي بلا ما تخليني نكمل عليك. درتي في الحمام وسخوت الوالدين مالا هي ما بيا داخل السخون درت الصابون البلدي يلا تنشلل خويت السطل الاول الثاني الثالث غير باش نتشلل. الرابع جات واحد خيتي يمها قالت عليا باليمين تي تعمري الماء بزاف. واش خوي عليك تي ربعات الصوله باش تشلتي ما كيتي بيسين؟ يوم اللي قلت ليها الحمام ديال باك بغي نتفوني شديت بوهم لاصقت لي مريوصهم خليتهم تيتركلو ويني بقى فيه الحال اللي ما خرج الدم. ها ويلي 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 تيبان لي حمام راك كتقلبي غير على الصداع وعلى المشاكل وعلى الغوش كتقلبي على البلا فين ما كان كتشيلي. شوفي راه لا وصلتي لشي قنت ولا وصلتي للمحاكم راه ما نتبعكش. ونوا اخويا اشنو درت لي نوصل للمحاكم ونوصل عند البوليس؟ انا ما درت والو غير كارت ميموار وصافي خربقتهم دخلتهم في كارت ميموار وصافي. ومسخوط الوالدين وانت خربقتيهم والتخربيق عندك فين واصل؟ انت مسخوطه اللي مشاو وداروا بك ديكلاراسيون وداروا بك شي حاجه. انت اخويا انا شنو درت؟ تا شنو درت لي تم الصباح وانت جالس؟ راه ملي جبدوني علاش انا منعومش؟ الحمام ولا ب 300 درهم زيد الصابون البلدي زيد الخرقه الحرشة كاع النار. صافي خلينا من هاد الهضره هاد الراجل ما غايجيش يهنيني منك. ما غايجيش يا راه هو كامل خدام اخويا وصافي. غادوي معاه واللي يجي قلتي لي غندوي معاه. وا تيجمع راسو كان. يجمع راسو؟ لا غايجي اخويا غايجي لا والو لا كب لك شي كويزيلات. باش كبي لي لاتي لا والو خليني نمشي نتكل نعس وما تبقاش تقرقب عليا البراد راه البراد كضربي لي في راسي. عايشك اخويا اللي جاي دق قول لهم ما كايناش مون هنايا تحولات لا قول لهم دارت شي مصيبه ولا شي كسيده ولا شي حاجه. ربي يا ربي ما درتش والو اخويا جبدوني جبدوني وخلوك ليا لاصقه فيا تمرضيني وتمرضيني وتعصبيني وديري العقل. واش انا اخويا تنحقر؟ لا تنحقرش. حقاره حقاره واني ما نشربش اتاي غنتكا نصنا نطلع دعمي شويه نتفكر هذاك الشيء اللي عطيت لهم لقيت لي مريوس. ربي ربي الله الله كلسي 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 مابقاش عندي علاش نوقف كلسي. امي انت اش داني وانت كتوجعي كتوجعي وعدوهمشي ملي قلت لك يلا كنا في الحمام بلا ما نمشيو ليه ما كتسمعيش نمشي ودي دابا جماعة كيف كنتو محاربين وعش داكشي؟ ضربني في الحمام مع واحد خيتي. قولي هي اللي ضربتنا يا وليدي اش دارت لينا واحد واحد العضايم ما كيما اللي غلبتيهاش ودابا نتوما واش هي دايره بحال شي بريسلت تنقز عليا وبغيتي نغلبها؟ نتوما دابا غادي للحمام ولا غادي للدار باعي ما طلع فهموني انا شكون تسولونا؟ واحد المسلسعه صحيحه واحد المسلسعه جلست وعندك يا وليدي الروبيني اللي داير بجوج وحنا نسناوها بنيتي عمري ناس طيب نعود تخوي السطل وتعاود تعمر تخوي وتعاود تعمر تعمر. شوف حيتاش باينه ما مشيتوش الحمام اللي كاين في الدرب لحقاش الناس كلشي كيعرفوكم نتوما نقدر نزعم عليكم بنا نبعد شويه هاي هاي ما تسمعش لا نمشيو للحمام ديال الدرب ما بغيتش الحمام زين كيعاودوا عليه مزيان ساعه وليدي شي خوتي خد شدنا وليدي خد شدنا لا قالت لنا شغل طيبات هي لقاتكم وترابا ليا العينين عندكم ما شاطوش شحال هادوم وشحال هادو دير ليا وكاك بيدك تشالي بيديك بجوج وراه 10 صمعان تما وليدي راه غير قلبت ليا كار طميره وليدي سرك سرك شو كيقول لي تفلع عليك هادشي كله غادي الحمام على قبله يلا خودي دابا خودي لا مانيش غنديرو مع الناس كيفاش غديرو مع الناس ما غنمشيوش ما تقولي
شنو هو حنا هكا مضروبين وانا قلت لك سيري الدار يبان فينا مكياج باش بان لينا شي حاجه والله الا الشريفه ما غنمشيوش للفحم ونخلي عندك الناس بوحدها قول لهم شي حاجه قول لهم مات شي واحد من العائله ولا كيقادوا شي حاجه ما سوقناش كيبني وكيخملوا دابا انت ما سوقكش انا كنهضر مع عمو انت اللي بغيتي تمشي ما تمشيش كاع انا وليدي وليدي راه شو من تما غادي بحالك اي صحابوني وليدي راه كنت في الحبس ولا كنت في شي قن قول لي يا وليدي راه امي مريضه وتزاد عليا الحيض خليها تولي شويه من الناس سيمان عابين من بريته وليدي مشي نخطب لك انا بزاف غير واخا امو واخا تمشي ما موجديش انا نفس الهضره صافي هضره وحده دو مستامونه انا قلت لك الوالده راه عيانه راه حنا راه باغي نجيو ماشي باغي نجي انا راه باغي نجي نخدمك وكل شيء ولكن راه المهم مريضه وصافي انا ما نكذبش عليك تعصبت وزيد من هذه الهضره هذه كولها وسير قولها لخويا ونشوف واش غيقول اولا لا شوفي ملي قلتي هكا شوفي خوك هضري معاه ووقت اللي غيكون مسالي فيه انا غنجي عندكم حتى للدار وغنجلس انا وياه وغنشرح ليه الموقف مزيانه ولكن غير تبرى الوالده تشوف تجي تخطب محال واش تبرى دابا عاد واش تفلى عليا لا كان بالك في المعقول مرحبا ما كانش بالك خليني نمشي لا شوفي دابا حيت هي مش دابا هي يلا يجيب لها الشيء صافي كاينه دارها راسها ودارها عينيها ودارها فهمتي انا ماشي مشكل واخا يكون دار اي حاجه شي راه صحتها هي واخا صح شفتي صحيها هي نجي عندكم انا عبد باغا كنتايا بارك عليا انت النور انت كلشي في حياتي خصها غير تبرى امك وتجي وصافي دابا تبرى ان شاء الله حيت اصلا داك العلامات وداك الشيء غير كتحيد فهمتي غير الراس دابا داك الراس الشقيقه حتى الشقيقه كضر في الراس بزاف فهمتي ويا خويا وتصنت ليا انا راه عييت ونقلب التليفون ونخوشف ونتفرج فيديوهات واللهي ونتسناو في هذا الراجل هذا ما جا حتى شي واحد انا ما عنديش مع هذا الشيء ديال التفريش بدا ما يشد معايا وعقد معايا وما يجينيش كل خسرت لي الطوموبيله ولا شي حاجه وزيدنا خويا خسرت لي الطوموبيله دورت تليفوني يقول لي ما غنجيش ما تكثرش عليا خويا هو راه شويه راه بعقلو راه تيعرف شنو كاين بتقول لي جيب لا باينه بعقلو ملي معطل انا الحل غيكون هو ما تكتفش فيا واخا خويا غير عدو الصحه ديال ماشا هذا لوطوروش عامره مع الناس مع الصيف داخل الناس وخارجها قول لي كازا ديال معامره شكر راسك فين وليدي الوالده ما انت فين ما شي واحد دابا حنا كنا بغينا نجيو ماشي ما كناش بغينا نجيو كنا بغينا نجيو او الوالده دابا ضربه الوالده ديالي انا مريضه مسكينه عيانه مسكيت عليك ضروري دوي وخرج هضرتك حتى كتدخل وتخرج الهضره زيد المهم عيانه مريضه مي يكون عندها بال زيد مسكينه ضربتها وحده ضربتها السخانه وديك السخانه ما جدا شويه وقالت لي قالت لي بالناس الناس صبروا عليا شويه تولي بخير وغادي نزيد داكشي علاش انا جيت عندكم شوف راه حنا راه باغيين نجي ما تخافش ايوا سيدي ملي امك مريضه الله يجيب لها الشفاء وملي ما كايناش مريضه اجلت حتى ما كنتيش تجيب لها بها ودابا اللي كاين اخويا نبيل انا جيت غير باش ما تقولش هضره ما باغيش يتزواج ولا ما معمرش المعقول انا معمر معاكم المعقول وجيت غير باش نهضر معاكم نشرح لك شنو اللي كاين وان شاء الله غتجي الوالده وغنجيب كاملين ان شاء الله وغنجمع واه هي حنا ما كانناش وكانت امك وكانت امك وجيتو كاملين كنا غنعرفوك بلي راه معمر في معقول بالصح ويني ملي تا بعدا ما خليتيناش وجيتي راك ناوي على المعقول اش قلتي هي امك مالها ضربت طوبيس ها دارت كسيده مسكينه يلا قلتي ليها مريضه السخانه لا دابا ملي نضربها دابا هي ضربها طوبيس ومسكينه ما قيدت لك وسط لا والو
وصافي خلينا سيدي ملي الله يجيب لها الشفاء ونتمنوا ان شاء الله الدريه اختي تدخل عليكم بقدام الربح. يلا امونة امونة جيبي السيد قهوه تشرب قهوه. صافي ولي درتيها مزيان درتيها مزيان شوف ان شاء الله في الدريه الدريه دريويشه راه ما كتهش عينيها وراه ما تضربهاش ولا بغيتي تضرب راك عارف عرفتي يا خويا عبد الدريه اختي راه ما كتهش الراس سوي عليها انا الدرب كلشي كيشكروها مسكينه ديما كتجي تاكل العصا وتحدى الراس ودير بحال حتى شي حاجه ما كاينه عارف اللي كاين وسينا راه ماشي شي تختاريت وراك مرضي مزيان ملي اختاريتي اختاريتي اللي يجي يخلي ضربوك اللي تجي تحترمك وتهزك بعلامك وتهلا لك في والديك والحمد لله الحمد لله ايوا هذا ما كان مره اخرى ان شاء الله تجيو وتكون معاك الوالده ونعمرها في المعقول وانا راه ما بغيت لا عرس لا والو بغيت النهار اللي جيت بغيت دير الخطبه نديرو فيها التكاتيب وكل شيء وما نديرو كاع الشوهه من نسمعوا الجيران ما والو والله الا مزيانه وصافي انا غادي نضرب مع مولاي يلا سير ونشربوا القهوه ها كيبان لي واقيلا باقا معطله في القهوه وانا حتى انا غايجي عندي شي ناس اه هذا ما كان صافي اسمح لينا بسلامة الله يحفظك الله يعاونك بسلامة الله يعرضك السلامة الله يسهل عليك تفكينا ودي تفكينا جابوا الله تدخلي دار عشي ودك دق لي هذاك الدار عندهم كامل شوفي شوفي هذا شوفي شوفي وي وحالي وابني شوفي هذا ما جاكش هذاك لبسي البيض انت راه موت العريس عيكي ما كنتيش موت العريس كتلبس الالوان عيكي بنيتي ديما كتلبس الابيض تبارك الله عليا كي العوصان بان ها ها تشوف واش ندير المضمه ها 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 لا مي ما جاتكش تماني مصنقه يا خليني في توحيه صافي اش بالك ندير هذا الصاك لا هذا الصاك حيدي هذا دريح هيا بنيتي راه ما كثرتي عليا من ملي جلست حتى قلتي ندير هذا ولا هذا ولا هذا انا بي ولدي انا شحال عندي من عبد فرحان بي قد حقي في الدنيا كنديرش كويزو كويزو تي كويزو شويه ما كنجمع تبارك الله على الناس جمع اخر الناس كيسينو فين خليني خليني نوض ندير لك شويه الملح او شويه الشب والحر من نشعل لك واحد المشايمر على العين وعلى الزين ما تغطش في العين اجي وباتي كيت معمره ملي ايوا خويا كيفاش ما يضربكش ليا العين عين 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 ديال الكفين الكفين اليوم نديرو الفعل امي انت العاد الناس نديرو الفعل عطلنا عليه تعطلنا بزاف شوف اوليدي ما ناقصاني والو ها حتى حاجه يلا زيدي زيدي قدامي هاك شي حاجه بغيتي تبقى ماشي مشكل سير ونمشي نتمنى هذا هو نصلي على النبي هذا الصلاه الاخر حي جاي لا جا سيدنا محمد الله معاه جاي العلي مرحبا بكم مرحبا بكم الله يخليك داركم وليدي راه كلشي اللي جنا حطيناه هاد الباب راه دخلتو راكم كلفتوا على راسكم وعدلتوا راسكم مرحبا بكم شوفي تستاهل لا انت لا اختك تستاهلوا انا فرحانه قد حقي في الدنيا غنجوج وليدي ايوا على زوجتي ولا كنعرفش فين ما زوجتي زوجتي بالتباته وبنت حماص اي الا متسوقين نعرفوا اختك هادو نشوفوا الله يلبس مرحبا طريفه وما كتهش راسها فشي واحد سيكينا الله يلا شوقتينا الله يلا شوقتينا يا وليدي واتوم قلتو ارتاحو انا نوض عيط له ومنا نجيب لكم شويه كاس مع مرا شي اتاي ولا شي حليوه نجيبها لكم غنغنيو شويه غنغنيو شويه سعدي يا لاله فرحي يا لاله وبكي ليا يا خيستو ليدي وحيت اللوم عليا بخير وليدي الله يعطيكم الصحه تعطلت ليها العروسه تعطلت اخوها مجوز اخوها مجوز اخوها قبيح وكيضرب وكيسلخ مزيان لك ماشي مشكل انا كيعجبني الراجل القبيح وزيدو يضربني وما يخلي لي يضربني ياك امي وي هوي على يضرب هاد الزين كله يضربوا لي بنتي اش بغا ينابي شوفوا بعدا بنتهم ونتذكروا معاه ويحي الله غتكمشي لا ايه صح سكت مرحبا السلام على
الله إلى الجي لجا سيدنا محمد الله مع الجي العلي جمالك مغطي حاجة من الضغطة جمالك شبت كي جاتكم الزيو التبالي يا هادي اللي ما تجوز بها يا هادي اللي ما كتشوش عينيها واي هو تقول ما كدويش مسكينة وكتسمع في حقها لا كتسمع كتسمع والله مش اخد حقها وحق خوتها وليدي الهضرة مشيت مشيت كنعرفوها عفوا مزيان تخالتي اللي تويمي معايا انا اللي خوتي اللي تويمي تويمي معايا اوكي تويمي معايا تختي تويمي وليدي هادي ملي صوتتنا في الحمام ما قعدنا بها جواش نوضه وليدي انا صاخت على الدنيا واخر مسكين وما غاتي يتزوج بخويا دابا انت شكون تزوج بوحده صافا لك خطط لوليدي الشارع عندك يدير واش هاد الريزه ولا واش هاد الريزه ولا شي راه انا سير عندوي معاك المسخوطه لا تزوجتي بيا انا صاخت عليك نوضي هزي الطعرج ونوض جيب الطاقه ديال الجنا تادي راه تشد داك الصقع نهار الاول تفرسك لا خالتي طقتي عليا الباب ياك خويتي وخلينا نقولها ملي كنتي بالك تزرقي فينا ديك الساعه دويتيش عامل لي شي حاجه تزوجك قولي لي حاجه تزوجك قاعد ولدي معايا ولدي معايا والله لا خليته تعلمت هذا الصوت تبعك لي فو من حوسه شغل شاف الاديان وخدمك ليا